تلبية جميع الاحتياجات مصر في مجال الطاقة لتحقيق الخطة الخاصة بالتنمية الاقتصادية الاجتماعية والحصول على مصادر متجددة أخرى لمكافحة التقلبات المناخية. وختاما بودي أن أتقدم جزيل الشكر فخامة الرئيس فلاديمير بوتين على مشاركته في هذا المراسم، وأيضا أوجه الشكر لجميع الموظفين لشركة روس آتم والشركة المصرية التي تشرف على هذا البرنامج الحكومي القومي. أتمنى لكم التوفيق والنجاح في مختلف المراحل لهذا المشروع. وقبل اختتام بود أن أتقدم إلى أخي فخامة الرئيس بوتين جزيل الشكر لدعمكم لهذا البرنامج وبغية تحقيق هذه الأهداف من ديسمبر عام 2017 وحتى يومنا هذا. أنا أفكر بفضلكم وبدعمكم المباشر نحن نحقق جميع الأهداف. شكرا لكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.